خوفا من التهديدات التركية المستمرة بشن هجمات على الشمال السوري، دعا أكراد سوريا الدول الغربية إلى عدم التخلي عنهم بعد انتهاء المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم داعش. قيادي كردي بارز طالب الغرب بالمساهمة في نشر قوة دولية في شمال سوريا، وذلك لحمايتهم من التهديدات التركية على ضوء اقتراح واشنطن إقامة منطقة آمنة. وفي هذا الصدد يقول مسؤولون أكراد إنهم قد يتحالفون مع الحكومة السورية لحماية الحدود إذا لم تفعل الدول الأوروبية والولايات المتحدة شيئا. وهو ما رد عليه جنرال أمريكي بالتهديد بأن واشنطن ستتوقف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية في حال تحالفت مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا. وبشأن قتال التنظيم الإرهابي، ذكر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية في تصريحات للغد أن هزيمة داعش باتت مسألة وقت. داعش لا يزال محاصر في جيب صغير في إحدى أحياء قرية الباغوز، ونحن بانتظار اكتمال مفاوضات لتحرير الأسرى والمعتقلين الموجودين لديه، وذلك وبعدها سوف يتم اكمال العمليات العسكرية. في هذه الأثناء تحدث المرصد السوري نقلا عن مصادر لم يسمها عن أن تنظيم داعش طلب ممرا آمنا للخروج من منطقة الباغوز التي تعد آخر جيب يسيطر عليها. وذكر المرصد أن الاشتباكات على مدار اليومين الماضيين متقطعة ومحدودة جداً.